قلت لك الشغله قلت لك الخرج قلت لها صاحبتها صادقا قلت لها راه انت اللي كيعرفها وانت ما كنتش غنعرفك لو كان ماشي السي حامور دخلتي. بغيت نجاوب هذا الكبير الحلايقيه من كيران اللي كنتمنى عاود فريد وحموره يصيفطوا له عاود هذا الفيديو. اهلا بكم الذي يتابع النقاش او الصراع او الجدال بين السيد عبد الاله بن كيران والسيده ميسه سلام الناجي، يتابع او يمكن ان يقف عن حجم الانحدار الذي وصلنا اليه، بحيث اننا اصبحنا في صراع الدياكه وهو نقاش جاف، نقاش اجوف، نقاش لا فائدة منه. أنا أصريت أن أقوم بهذا الفيديو لأن بعض الأصدقاء بعد أن خرجت ميسة سلمى الناجي في خرجتها مع السيد المهداوي وقبله كانت النقاش مع شامة، هذاك النقاش كان بمثابة واحد الزلزال في وسائل التواصل الاجتماعي، والعديد من الأصدقاء قالوا بأن هذا النقاش للإلهاء وهذا النقاش. أنا كنشوف العكس ذلك، كنشوف ان النقاش اللي كان بين ميسا وكان بين شامة على الاقل كان فيه معطيات، حنا استفدنا العديد من المعطيات اللي ممكن استثمارها خاصه في قضيه التطبيع. ولا ادل على ذلك بان مثلا السيد ويحمان، الدكتور ويحمان، هو بدا يحيل في العديد من اقواله الى شامة. بالنسبه لشامة درشول، شامة درشول هي واحدة من المطبعين المعروفين ولعبت أدوارا قذرة قبل التطبيع الرسمي، وهي التي صنعت جوفرين التي تسعى لقتله رمزيا الآن. وكخبيرة، وهي ماشي سهلة شامة درشول، كخبيرة في القوة الناعمة، وهي كاتبة صحفية يعني أسلوبها سلس، ويعني ما فيه من عيب سوى أنها تطبيعي ويدعم الكيان الصهيوني، وإلا فهي كاتبة بارعة ولعبت أدوار كما قلت قذرة، وقالت كلاما خطيرا للغاية، وهذا هو الأهم فيما قالته شامة درشول. قالت كلاما من موقعها كخبيرة في التطبيع والاختراق الصهيوني، ولست أدري هل هي صحوة ضمير، هل ما هي الاعتبارات. على كل حال ما قالته وهي في موقعها من قبيل وشهد شهيد من أهلها غاية في الخطورة، لأن تتحدث عن أنها رصدت وتابعت وواكبت تعمد، وليس مجرد إهانة، تعمد إهانة الكيان الصهيوني وممثله للدولة ولرأس الدولة وللملك. وقالت عدة مرات وكتبت وقالت بأن نقاشات بينها وبين ممثل الكيان يعني تناولوا فيه هذا الأمر كثيرا، وكشفت عن أن هناك مشروعا تآمريا للكيان ولعملائه في المغرب للانقلاب على الدولة، وتحدث عن دور التأمزغ المتصهين في ارتباطه مع الأجندة الصهيونية، وتحدثت عن وكر، عن منزل بحي الرياض ليهودية صهيونية وماذا يخطط فيه، وكيف يعتبر هذا المتأمزغين المتصهينين الدولة وحتى الملك أنه مستعمر وأنه عربي ومسلم وأنه لا يلزمهم كإمازيغ بين مزوجتين ومسلم والإسلام والعربة بالتالي لا تعنيهم في شيء، وبالتالي فالملك ملك المغرب هو مستعمر يجب التخلص منه. وقالت كثير من الأمور غاية في الخطورة يجب تتبعها من قبل المسؤولين ومن قبل كل أحزاب وكل منظمات وكل نقابات، لأن هذا يهم المغرب واستقرار المغرب ووحدة المغرب وكيان المغرب ووجود المغرب. ما كشفت عنه شامة درشول، وأدعو وأنصح أنا ولينا دابا تلبينا الزمن حتى ولينا كنديروا الدعاية لوحدة من المطبعات. كتبت رواية هي الآن حسب قولها تحضر كمسلسل تلفزيوني، رواية تحت عنوان من قتل السفير في 12 حلقة. أدعو الجميع لقراءة هذه الرواية، رواية شامة درشول، لأنها تنطوي عن حقائق خطيرة للغاية، لأنها رواية يعني مسموح فيها الخيال كذا، ولكنها تطرح قضايا حقيقية واقعية مرتبطة بأمن واستقرار ووحدة المغرب. نعم، بمعنى كما تقول المثال، ولو أنها ما زالت جزء من اللعبة، لكن كما نقول حنا المغاربه ملي كيدابزوا الشفاره تيبان المسروق، بمعنى ان زوداتنا بمجموعه من المعطيات واللي هي ايضا زرات معها ميسة سلمى الناجي اللي هي خرجات بانها تكبح هذا التفاعل اللي حصلت عليه شامة، لان الفيديو مع المهداوي راه فات المليون مشاهد وبالتالي كان واحد الرد. لكن اللي كنشوفوه دابا ما بين ميسة وبين السيد بن كيران هذاك نقاش الصم،
ما عرفش واش الناس باغي البوز. انا اول مره كنعرف ان السياسيين باغي البوز، اللي كانوا باغين البوز هما شوف تي في، هما هذوك التيك توكيين والتيك توكيات، اللي هما اليوتيوبرزات اللي هما. ولكن ان يصل الامر الى هذ الاسمين، وبخصوص اذكر بالبعد بن كيران، لان ميسا هي تهي باغا انها تدخل المعمعه. انا اقول قول بان هذيك خيتي اللي هي انا، دوك الكائنات اللي غتخرجوا باغيين يديروا حزب حتى هما باغيين يهبطوا معانا، هذا الشيء ما يمكنش. ايوا انا هابطه باذن الله الذي لا اله الا هو، الا المخزن خلاني وعطاني لوتوريزاسيون. انا هابطه مع انا عكسيه، وراسي اللي قال لي شي حاجه كندير العكس ديالها، وما كنتش عولا ندير داك الحزب. دابا بغيت نبدا بالثينك تانك ديالي، مركز التفكير، ونخرج الكتوبه ونخرج لي رابور ونهضر ونكتب ونحرك، ندير واحد الحركه سياسيه وفكريه. وعاد من هنا 3 سنين 4 سنين كنت باغا ندير الحزب ضد فيك وفي ديك الهضره ديالك عكسيه، غندير الحزب. نقاش لا يسمن ولا يغني من جوع، لانهم اولا هما بجوزهم ورقتين محروقتين. السيد بن كيران دوز المرحله الحكوميه ديالو بحلوها ومرها، كيشد واحد 7 المليون دو المعاشين. السيد خليك تبرع انت بالتقاعد ديالك، اللي هو حلم العديد من المغاربه، ماشي العديد من المغاربه، اغلب المغاربه، انه الحلم ديالهم داكشي. فين باغي توصل؟ انت دوزتي ضربتي القدره الشرائيه، صافي سير في حالتك هنينه. السيده ميسا سلمى الناجي ما خلاتش موقف اللي ما دوزاتوش. اللي سولتي يقول لك ميسا سلمى الناجي اليوم حجاب لا، غدا لا، اليوم لا دينيه غدا لا، اليوم حراك الريف غدا لا، اليوم مع التطبيق غدا. ما فهمتش انا باغي تقلب على شي موقف وغادي ندير حزب جديد وغادي ندخل بيناتكم. ورا بصح راه تلاقى وانتم وافق شنو طبقه، كما يقول المثل، وافق شنو طبقه. راه تشاو انتم بجوج، تبقاو تعاطاو المعاطيه معاهم بجوج، هما ديال المعاطيه. انا مع عمر ماشي سياسي لانه كيكون مترفع ويكون انه تايق بالمشروع ديالو وتايق في نفسه كيدخل المعاطيه. شتي فين وصلنا؟ ولينا خفاف، ولينا دراري. اذا شو هذا النقاش الهابط فين وصل بينا؟ هذا راه ماشي، انا نعتذر ونسحب هذيك الصراع الدياك، هذا راه صراع الكتاكيت حتى الدياك بزاف عليهم. لذلك انا اردت ان امرر هذه النقطه بالضبط، بان هذاك النقاش اللي على الاقل على علته استفدنا منه معطيات، اما دابا راه لا معطيات ولا هم يحزنون. مرحله من النزيف السياسي اللي كتعرض له هاد الدوله، ويتعرض له هاد الاوطان، هاد الوطن، باناس لا يقدرون المسؤوليه حجم تقديرها. شنو نعرف فيك بنيتي؟ شبيني وبينك انت؟ لا هي لا انا مسؤول سياسي، انت يوتيوبر اللي قال لك المهداوي على المرشح هذه، قال لك تجي طالب معاش وانا طالب معاش. ما عمر المغاربه قبل منك شافوا شي سياسي جالس بالقشابه في الصالون ديال دارو، هز رجليه فوق السداري بحال ابو لهب في الخيمه ديال قريش، وكيتعاطى مع السياسيين وكيجبد لهم حياتهم الشخصيه، وكيسمي هذا بالسلقوط والاخر بالتجاره المخدره دون دليل، وكيحاجي علينا وكيعاود لنا قصصه وحياته الشخصيه.